بسم الله. انا هتكلم عن الستاف اوريوس. احنا قلنا الستاف اوريوس جرام بوزيتيف كوكاي كاتاليز، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. قلنا ستريبت يعني شريط يعني زي النيجاتيف، انما البوزيتيف هو الستاف. ستاف بنبقى عاملين كواجوليز، كواجوليز بيبقى كواجوليز بوزيتيف ستاف اوريوس. يبقى الستاف اوريوس كاتاليز بوزيتيف هي جرام بوزيتيف كوكاي، جرام بوزيتيف كوكاي كاتاليز بوزيتيف كواجوليز بوزيتيف. يعني ايه كواجوليز بوزيتيف؟ يعني بتطلع كواجوليز انزيم بيحول الفايبرينوجين لفايبرين، وتجي واخده الفايبرين دي عامله حواليها كده نتورك، اسميها ايه، فايبرين نتورك او مش ورك. طب ليه بتعمل كده؟ علشان تحوط الخليه فتمنع دخول، تحوط يعني البكتيريا فتمنع دخول الايه، الخلايا المناعيه، او تمنع دخول الانتي بايوتكس ليها. وبالطريقه دي بتعمل ابسس. لذلك معظم الحاجات بتاعه الستاف، الامراض يعني اللي بتعملها بتبقى لوكالايز. تمام. بتطلع يلو جولدن كولونيز اون البلاد اجار. لو حطيتها في بلاد اجار تلاقيها عامله كولونيز كده لونها ايه، اصفر. احنا قلنا اللي بتعمل يلو كولونيز هي الستاف اوريوس اهوت والاكتينومايسل اسرائيلي. تمام. اكتينومايسس اسرائيلي بتعمل سلفر جرانيول، سلفر جرانيول يعني برضو لونها يلو. تمام. بتبقى بيتا هيموليتك. احنا قلنا الهيمولوسيس بنفرق ما بينهم، ما بين الايه، الستريبت الثلاثه. لكن برضو الستاف لو حطيتها في بلاد اجار بتعمل بيتا هيمولوسيس يعني كومبليت هيمولوسيس. بتفرمنت المانيتول اون المانيتول اجار. لو حطيتها في مانيتول اجار هتعمل ايه، هتحرق المانيتول دوت، يعني تطلع انزيم يكسر المانيتول، هو غالبا الدي هيدروجينيز بيكسره ويطلع ايه، اسيد وسي او 2، اسيد وسي او 2. طبعا السي او 2 ده بتطلع الاسيد والسي او 2. المهم يبقى كده كاتاليز بوزيتيف، كواجوليز بوزيتيف، وبتفرمنت المانيتول، فممكن اقول مانيتول بوزيتيف يعني. بيتا هيموليتيك بتطلع البلاد اجار بعد ما وهي بتعمل الهيموليسيس ده، بيبقى يوليو جولدن كولونيز. تمام. في 25% من البوبوليشن ار نيزل كارير، ار نيزل كارير يعني بيبقى عندهم الستاف اوريوس ده موجود في الايه، في النوز او في النوسترلز، وموجود برضو في الاجزيلا والجروين. دي كده التجميع بتاعه الحاجات اللي بتبقى النورمال فلورا عندنا. نورمال فلورا في السكن هي ستاف ايبيدرمس، طبعا ايبيدرم يعني سكن. في النوز في ستاف ايبيدرمس والستاف اوريوس، ستاف اوريوس هي اللي بنقول ان بتكون في النيزل، في النوز. الاوروفارينكس بتبقى ستريبت فيريدنس. تمام. دي الاوروفارينكس، وقلنا ان بتبقى موجوده لما اتكلمنا عن الفيريدنس. الدنتال بلوك ستريبت ميوتنس. تمام. وقلنا ام ام ميوتنس مسوس، يعني دنتال بلاك تبقى موجوده في الدنتال بلاك في تسوس الاسنان. الفيريدنس في الاوروفارينكس، الاوريوس في النوز، الابيدرمس في السكن. في الكولون في الايكولاي وفي الايه، الفراجيلس. في الفاجينا في اللاكتو باسيلس وفي الايكولاي وفي جروب بي ستريبتوكوكاي. جروب بي ستريبتوكوكاي نتكلم عنه هنا. فقلنا ان 25% من البوبوليشن نيزل كارير، وكمان موجود ساعات في الاجزيلا وفي الجروين، في الاجزيلا تحت البوت كده وفي الجروين عند الايه، عند الجينيتال. بريديوس بروتين اي which bind to antibody to inhibit or prevent الفاجوسايتوزيس. يعني ايه، احنا عندنا ادي الماكروفيج، المفروض الانتيبودي يروح يمسك في البكتيريا، ادي البكتيريا يمسك فيها الانتيبودي، بيمسك بالايه، بالاف سي، دي اسمها الفاب ودي الاف سي. تمام. دي كده الاف سي ريجين ودي الفاب ريجين، بيمسك هو بالفاب وبالايه
والاف سي اهي، والماكروفيج تيجي تمسك فيها وايه تموت البكتيريا. فالبكتيريا تيجي عامله ديفنس ميكانيزم ان هي تطلع البروتين ايه تمسك في الاف سي، وبالتالي تنهبت الايه تنهبت الانتي بودي. يعني البكتيريا قبل ما تتغدى، قبل ما الانتي بودي يتغدى بيها، هي قبل ما يتعشى بيها هي بتتغدى بيه، يعني بتطلع بروتين ايه يمنع الانتي بودي من انه يجي يمسك فيها اصلا. فبالتالي الماكروفيج مش هتيجي تمسك فيها، يعني هيمنع الفاجوسايتوز. بتبقى موجودة ان كلاسترز، وقلنا حتى ان ستريبت يعني في الشريط دي الستريبت، ان كلاستر يبقى الستاف. لازم قبل ما نتكلمه في كل حاجة منهم تبقى متأكد ان انت عارف الحاجات دي كويس. الموست كومن كوز اوف بوست فيرال نيمونيا الستاف اوريث. الموست كومن كوز اوف الاي في دراج ابيوزر اندوكارديتس. يعني اندوكارديتس بيحصل في الدراج ابيوزر هو الستاف اوريث. The most common cause of osteomyelitis, of septic arthritis, of suppurative parotiditis, كل دوت الستاف اوريث. دي قبل ما نتكلموا فيه عشان من نظرة خارجية كده. النيمونيا لو بوست فيرال يبقى ستاف اوريث، الاندوكارديتس لو مع اي في دراج ابيوزر يبقى ستاف اوريث، اوستيومايلايتس، سيبتيك ارثرايتس، سبريتيف باروتايتس لو ما قالكش حاجة تبين ان هي بكتيريا تانية يبقى هي الموست كومن ستاف اوريث. وهنتكلم عن كل نقطة لوحدها. الحاجات اللي بتطلعها الستاف اوريث مش البروتين ايه بس، احنا قلنا البروتين ايه بيمسك في الاف سي كومبوننت بتاع الانتي بودي علشان يمنع ان الماكروفيج تيجي تمسك فيها او ان الكومبلمنت تحصل لها اكتيفيشن وتيجي ايه تموت البكتيريا، وبالتالي يمنع الكومبلمنت فيكسيشن او اكتيفيشن اهو، فبيبريفنت الاوبسونايزيشن. اوبسونايزيشن ان البكتيريا تبقى موجوده هنا فهم يعملوا لها ايه، يبقوا عاملين شبه اوبسنين، يعني زي ما يكون سكر كده بيجي يتجمع عليه الكومبلمنت، فيبريفنت الاوبسونايزيشن والفاجوسايتوزس بالماكروفيج. بتطلع كمان حاجه اسمها ستافيلو كواجيليز. قلنا الكواجيليز عشان تحول الفايبرينوجين للفايبرين، تحوطها فتبقى في لوكالايزد انفكشن دايما بتعمل ابسس، وده ليه عشان تمنع الانتيبيوتيك من ان هي تيجي تبنتريت وتانفكت تيجي تبنتريت الانفكشن سايت وتموت البكتيريا. That's why surgery is needed. يعني مثلا لو عندك ابسس لازم اي خراج بتفتحه وتطلع تدرين يعني الابسس الباص اللي جواه، وبعد كده تدي انتيبيوتيك. ليه؟ لان الانتيبيوتيك مش هيوصل للابسس لان حواليه فايبرين. الكلامبنج بتطلع حاجه اسمها كلامبنج فاكتور. بيعمل ايه الكلامبنج فاكتور؟ بي ادهيجن اوف البكتيريا تو تروماتايز تشو اند الووند. يعني اي ووند مفتوحه كده ممكن تيجي تنفكت الستاف اوريث تنفكت الووند دي. ازاي؟ بالكلامبنج فاكتور. يبقى اي حاجه اي ووند مفتوحه ممكن يجي الكلامبنج فاكتور يمسك فيها فيخلي الستاف اوريث تنفكت الووند دي من خلال الكلامبنج فاكتور. فعلشان كده الستاف اوريث هي الموست كومن اورجانيزم كوزنج ووند انفكشن. يبقى الووند انفكشن السبب الموست كومن اورجانيزم ليها هو الستاف اوريث. بتطلع كمان حاجه اسمها انفيزنس. زي جاي من انفيجن، يعني ده بروتين بيعمل ايه بيهلب في البكتيريا الانفيجن. بتطلع حاجه زي الليوكوسايدين او الليوكوسيدين، وهنتكلموا عنه موجود في الفيرست ايد دوت. الليوكوسيدين بيطلع يموت الايه الوايت بلاد سيلز، زي برضو بيتغدى بيها قبل ما يتعشى بيها. يعني بدل ما الوايت بلاد سيل تروح تقتل البكتيريا، البكتيريا بتروح تقتل الوايت بلاد سيل خلال ان هي بتفرز الليوكوسيدين، تفرز الاستافيلوكاينيز والهيالو رونيديز. قلنا الهيالو يورونيديز بيبقى موجود اصلا عشان ينهبت الهيالو يورونيك اسيد. الهيالو يورونيك اسيد ده بيبقى موجود عشان يعمل الايه الكونكتيف تش. احنا عارفين ان الكونكتيف تش وماس بيبقى ماسك جامد كده، وبالتالي البكتيريا مش هتعرف تنفيد الايه الكونكتيف تش. ايه اللي بيخليها ماسكه جامد؟ هي الهيالو يورونيك اسيد. فنمنعه بالهيالو يورونينيديز والاستافيلو كاينيز
استافيلو كاينيز زي الستريبتو كاينيز كده، بيعمل ايه؟ بينهبت اي جلطة ممكن تحصل عشان يكمل الايه اختراق، يعني كل ده عشان ينفيد. استافيلو كاينيز كلها بنسميها انفيزنس. عندك الهيمولايسين شبه الستريبتولايسين كده، اتكلموا عنه بكتيريا تانية. فالهيمولايسين بتلايس السيل ميمبرين، اي حاجة اخرها اولايسين زي الستريبتولايسين، الهيمولايسين برضو تروح تعمل ايه على السيل ميمبرين، تعمل له ايه لايسس، وبالتالي تعرف تنفكت الحاجة دي. بتبروديوس كومبليت هيموليسيس، قلنا احنا ان هي بيتا هيموليسيس عن طريق الهيمولايسين، بقى هو اللي بيعمل البيتا هيموليسيس. بتطلع اكزوتوكسين، واحنا قلنا ان اي بكتيريا جرام بوزيتيف بتطلع اكزوتوكسين، جرام نيجاتيف بتطلع اندوتوكسين، ما عدا الليستيريا. الليستيريا جرام بوزيتيف بتطلع اندوتوكسين، تمام؟ يبقى كل الجرام بوزيتيف بتطلع اكزوتوكسين، انما الجرام نيجاتيف بتطلع اندوتوكسين. اكسبشن للكلام ده الليستيريا جرام بوزيتيف لكنها بتطلع اندوتوكس. كمان بتطلع حاجه اسمها توكسيك شوك سندروم توكسين 1، هنتكلموا عنه. ده اكسوتوكسين وانتيروتوكسين واكسوفولييتد توكسين. يعني البكتيريا دي حسب الاسترين بتاعها او السيروتايب بتاعها بتطلع حاجه من الثلاثه دول، يا توكسيك شوك سندروم توكسين 1، يا انتيروتوكسين، يا اكسوفولييتيف، ايوه اكسوفولييتيف او ابيدرموليتيك توكسين. ابيدرموليتيك يعني ايه؟ هتفهم من خلالها دلوقتي انه بيشتغل على الابيدرمس، يعني بيعمل سكين انفكشن. ابيدرموليتيك كل التوكسين اللي احنا متكلمين عنها دلوقتي زي الاكسوفولييتيد السيتوليتيك التوكسين دي كلها، قال لك الانفكشن بتحصل من خلال ان انا ايه اخد التوكسين ده مش من البكتيريا نفسها، لان التوكسين هيت ستيبل. يعني لو في ده بيتكلم على ايه كده، على الجاسترو انترايتس اللي بيعملها الستيف اوريز. الكوز انجستشن اوف البري فورم التوكسين، يعني ده توكسين، ده سم البكتيريا اللي بتطلعه بيكون بري فورمد، يعني قبل اصلا ما اخد البكتيريا او اكل الحاجه اللي هتعمل لي المشكله بيكون التوكسين ده اتكون. قال لك ده الانكيوبيشن بيريد بتاعه من 2 ل 6 ساعات، يعني ايه؟ يعني على ما اكله ويعمل لي المرض هم من ساعتين ل 6 ساعات. ده بيعمل ايه؟ جاسترو انترايتس، يعني انا باكل حاجه فيها البري فورمد توكسين. ايه الحاجه دي؟ هي كربوهيدرات ريتش فود اللي هو زي المايونيز الكاسترد والبوتيتو سالاد، تمام؟ التوكسين بيبقى انتيرو توكسين، مش في الجي اي تي فبسميه انتيرو توكسين. بيكون هيت ستيبل، يعني ايه هيت ستيبل؟ يعني انا لما اجي اسخن الكربوهيدرات دي زي المايونيز او الكاسترد او البوتيتو مش هيموت التوكسين. ماشي البكتيريا هتموت لكن التوكسين مش هيموت، وده بري فورم التوكسين. نوت ديسترويد باي الكوكينج. انتيروتوكسين ده هيت ستيبل يعني نوت ديسترويد باي الكوكينج، لما اجي اسخن الكربوهيدرات دي مش هيموت. الكلينيكال بيكتشرز هي الووتري دايريا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا اكلت كربوهيدرات، بس الكربوهيدرات دي للاسف كان فيها البكتيريا اللي ستاف اوريس طلعت توكسين اسمه انتيروتوكسين. انتيروتوكسين ده لما اكلته وصل للمعده، زود السايكليك اي ام بي، وفي المعده لما بيزود السايكليك اي ام بي ما بيعرفش يمتص لا الصوديوم، واللي بيجي ورا الصوديوم الميه، ما الصوديوم ده ملح، اللي بيجي وراه الميه، صوديوم كلورايد يعني، بيجي وراه الميه، فبيجي شافط الميه معاه ويجي نازل في الايه في الاسطول، وطبعا اسطول مليان ميه يبقى دايريه، يبقى ووتري دايريه. بتكون رابد. رابد ليه؟ لان احنا قلنا انكيوبيشن بريد بتاع التوكسين من 2 ل 6 ساعات فقط، يبقى رابد لكن سيلف ليميتد، يعني برضه هي ايه هينتهي بسرعه ولوحده، بس هيعمل لي شويه ووتر دايريا وكرامبنج، وجع في البطن وكرامبات، تمام. انتيروتوكسين بيمنع الصوديوم والميه، بيمنع امتصاصهم، يعني يمنع امتصاص الصوديوم والميه في الانتستين. يوجوالي كونتامينيشن باي الكارير فود هاندلرز، يعني الناس اللي بتقدم الاكل او كده بتعمل الاكل. موست كومن
فود بويزنينج. يبقى ايه هو اشهر فود بويزنينج بيحصل؟ هو الفود بويزنينج بتاع الستاف اوريس. طبعا بري فورم التوكسين ما بيبقاش فيه بيرسون تو بيرسون ترانسميشن، ده لازم تكون واخد التوكسين نفسه. الباسيلس سيريس دي بكتيريا تانية بتعمل برضو جاسترو انترايتس، وبيكون رابيد اونست جاسترو انترايتس، لكن في الكيس لازم هيجيب لك انه كان مايونيز ولا كاسترد ولا بوتيتو سالاد، لان في الباسيلس سيريس بتبقى بسبب الرز خصوصا، حتى بيسموه ريهيتد رايس سندروم، يعني متلازمة الرز المعاد تسخينه. يبقى الريهيتد رايس سندروم لو جاب لك في انه جاسترو انترايتس بعد ما كان رز يبقى ده باسيلس سيريس، بعد ما كان مايونيز كاسترد بوتيتو سالاد يبقى جاسترو انترايتس بسبب الستاف اوريس. ده سؤال بيقول واحد جه للاي ار عنده نوزيا وفوميتنج وكل مايونيز، يبقى ده ايه؟ جاسترو انترايتس بعد ما كان مايونيز، يبقى ده ستاف اوريس. واحنا عارفين الستاف اوريس بيحصل بسبب انتيرو توكسين، الجاسترو انترايتس ستاف اوريس بسبب انتيرو توكسين. الانتيرو توكسين دوت اندوتوكسين ولا اكزوتوكسين؟ اكزوتوكسين. طب اكزوتوكسين افتر انجكشن ولا براير تو انجكشن؟ براير تو انجكشن يعني بري فورمد. طبعا اكزوتوكسين لانه هو ايه جرام بوزيتيف ستاف اوريس كلها. اما لو في انفيجن ده بيبقى مثلا بالانتيرو انفيزيف ايكولاي، ده بيبقى انفيزيف وما بيبقاش فيه الدايريا، بتبقى ووتري. الانفيجن بيعمل بلادي دايريا، يبقى ستاف اوريس. وخلي بالك الستاف اوريس الجاسترو انترايتس بتاعه بيبقى فيه ترجيع اكتر ما بيبقى فيه اسهال، ترجيع اكتر من الاسهال، يبقى الفوميتنج اكتر من الدايريا. رابيد اونست افتر ايتنج قلنا من ساعتين لست ساعات بعد الاكل. انتيروتوكسين اللي هو بيبقى برضو اكسوتوكسين، وبيكون بري فورمد يعني متكون قبل ما يحصل له انجلتش. يبقى انت بتاخد الانفكشن عن طريق التوكسين وليس البكتيريا، لان التوكسين هيت ستيبل، ده بيتكلم على الجاسترو انترايت. التوكسيك شوك سندروم هو عباره عن واحده بدل ما تستخدم مثلا فوط صحيه وكده بتستخدم تامبون. التامبون ده حاجه كده بيستخدموها لما بتوصل الفاجينا بالافرازات اللي بتحصل لها ايه، ان هي بتتمدد كده وايه تمنع اي حاجه. فالتنبون او واحد حشى درسه او حط حشو في النوز بتاعه، النوز بتاعته بسبب مثلا دم نازل او حاجه، فهو بيحط حشو كده يمنع الدم ده. ايه المشترك؟ المشترك ان في دم في الاتنين، تمام. لو ما غيرناهوش واستنى الفتره هيجي على الدم ده ستاف اوريس، والستاف اوريس اللي بتتراكم على الدم بتاع التامبون او الباكينج بيطلع توكسين اسمه توكسيك شوك سندروم توكسين 1. توكسيك شوك سندروم توكسين 1 بيعمل ايه ده التوكسين؟ قال لك حاجه بسيطه جدا، مش المفروض التي هيلبر بتتنشط عن طريق ان الانتيجين بريزنتنج سيل يلاقي الانتيجين يجي واخده مكسره ومطلعه على سطحه على الام اتش سي 2، تيجي التي هيلبر جايه متنشطه، قال لك بس انا هاجي همسك التي هيلبر من ناحيه والانتيجين بريزنتنج سيل من ناحيه. هتقول لي طب ما كده هينشطه، هينشط التي هيلبر. قال لك هينشطه، بس هينشطه شبه ما يكون عمل قفله، نشط كل التي هيلبر مش التي هيلبر المخصصه بس للايه للانتيجين ده. فبدل ما يعمل بدل ما يكون ده انتيجين يعمل اميونيتي، ده بقى سوبر انتيجين. سوبر انتيجين عمل ايه؟ عمل اميونيتي بطريقه يعني اميونيتي ريسبونس بطريقه ادت الى خروج سايتوكاينز كتير جدا. التي هيلبر كلها اتنشطت فطلع السايتوكاينز. عمل ايه السيتوكاينز؟ السيتوكاينز بتعمل فازو دايلاتيشن، فالكابيلاري توسع تاكوميديت مور بلاد، فما يروحش البلاد ده للايه للاورجن، وكمان الفراغات ما بين كل خليه وخليه توسع البورز، فيعدي الايه يعدي الدم ما بينهم والبروتين والحاجات كلها ما بينهم كده، فما توصلش للاورجن، فيحصل سيركولاتوري كولابس. سيركولاتوري كولابس اللي هي ايه؟ يعني يحصل شوك
تمام، هتؤدي لشوك. يبقى عمل ايه التوكسيك شوك سندروم توكسين 1؟ هو فورم بريدج بتوين الام اتش سي 2 على الانتيجين بريزنتنج سيل والفاريبل ريجين اللي هو الفاب يعني على الايه التي سيل ريسبتور. جميل جميل. يبقى هنا التوكسيك شوك سندروم ده عباره عن فيميل بتيوزن تامبون او بيشن بيستخدم نيزل باك التوكسين، هو توكسيك شوك سندروم توكسين 1، حصل ان هو بايند للام اتش سي 2 فعمل نون سبيسيفيك تي هيلبر سيل بروليفريشن بيسموه حتى بولي كلونال. احنا عارفين مونو كلونال يعني ايه انتي بودي واحد طلع او تي هيلبر مخصصه، قال لك لا ده مش مخصص بقى ده ان سبيسيفيك نون سبيسيفيك بولي كلونال بولي كلونال. فطلعت تي هيلبر سيل كتير، طلعت سايتوكاينز كتير، سايتوكاينز زي الانترليوكين 1 و2 والتيومر نكروزس فاكتور، كل ده ادى لايه؟ لفازو دايليتيشن وشوك. الفازو دايليتيشن قلل طبعا الضغط جامد فحصل ديكريز في البلاد بريشر ورابيد ويك بلس وفيفر، دي اعراض الشوك، نقص في البلاد بريشر وفيفر، تفتكر على طول ان دي شوك. بالاضافه انه بيلاقي راش، ده حاجة مش طبيعية بقى، انه بيلاقي راش. بيعمل ايه الراش ده؟ بيحصل له ديسك وميشن يعني بيتقشر، وبيبقى موجود خصوصا عند البالم والسول، كف الايد وبطن الرجل، تمام، البالم والسول. وبيحصل الراش ده من اسبوع لاسبوعين بعد الايه الانست بتاع المرض، يعني حصل نقص في البلاد بريشر وفيفر، بعد الفيفر دي باسبوع او اسبوعين تلاقي الراش ده حصل وديسك وميشن. طبعا نقص البلاد بريشر يبقى مش هيوصل الدم كويس للاورجن فيحصل مالتي اورجن فيلير، اللي هي كلها اعراض الشوك. السيركولاتري كولابس حصلت بسبب ان الكابيلاري طلعت ايه، طلعت حصل لها ليكج، سربت كل الدم اللي جواها والبروتين وكل الايه مكونات الدم. ففيفر وهايبوتنشن يبقى ده شوك، وعشان بسبب بكتيريا يبقى سيبتك شوك، ويحصل نتيجة له اند اورجان دامج اللي من ضمنها الليفر، فيحصل زيادة في انزيمات الليفر زي الاي ال تي الاي اس تي وزيادة في البيليروبين، زيادة في البيليروبين. المخصص جامد للستاف اوريوس ان مع كل ده بيحصل ريش، يبقى دي ستاف اوريوس. طبعا برضو الستريبت بايوجين بتعمل حاجة شبه كده فبسميها توكسيك شوك لايك سندروم، بيبقى برضو سكين انفكشن يعني في راش برضو بيكون بنفل هنتكلموا عنها بعد كده. يبقى الستريبت بايوجين بتطلع توكسيك شوك لايك سندروم، بتعمل توكسيك شوك لايك سندروم بنفل سكين انفكشن، ده التوكسيك شوك سندروم. الامبيتايجو، امبيتايجو كونتاجيوزم، امبيتايجو كونتاجيوزم، قال لك ده بيحصل اكتر في الشيلدرن يعني والمود اوف ترانسميشن سنيزن، يعني تلاقي كام طفل قاعدين جنب بعض واحد منهم عطس وهو كان ايه النيزل وهو نيزل كارير، فالستاف اوريوس دي تروح للايه للشخص اللي وصل له البكتيريا، وخصوصا التوكسين بتاع البكتيريا اكسوفولييتد توكسين. اكسوفولييتد توكسين بيعمل ايه؟ احنا قلنا الاكسوفولييتد توكسين ده كان اسمه ايه ابيديرموليتك، يعني بيشتغل على السكن، بيشتغل على السكن بيعمل سكن انفكشن. هيعمل ايه؟ هيعمل بولي، البولي دي اللي هي شبه فيزيكل يعني كلكيعة كده جواها سائل، تمام، بولي هي الفيزيكل، بس الفيزيكل كبيرة شوية، البولي كبيرة شوية، بتبقى موجودة على التشيك على الخدود، ساعة ما بترابشر بتلاقي دي ستشارج طالع منها شبه العسل كده، فبيسموه هاني كولرد كراستس. بتلاقي البق بتاع العيان، وش البق بتاع العيان فيه زي ما يكون قشر كده، ده نتيجة ايه؟ ان حصل رابشر للبول، وتلاقيه لونه شبه الايه؟ العسل، فهاني كولرد كراستس. يبقى ده طفل حصل سنيزنج قدامه فاتنقل له الاكسوفولييتد توكسين، طبعا ده توكسين وبكتيريا يبقى يحصل فيفر، معاه لقيت هاني كولرد كراست نتيجه ان كانت في بولي وحصل لها ديسشارج، ده الامبيتايجو. والملحوظه ان هنا في بولي لان في امبيتايجو بتبقى نون بولس، يبقى في بولس امبيتايجو وفي نون بولس امبيتايجو.
بعد كده التريبل اس او التترا اس اللي هي ستاف سكولدد سكين سندروم. ستاف سكولدد سكين سندروم ده ايه؟ ده طفل برضو واكسفوليتد توكسين برضو، يبقى المفروض يعمل امبيتايجو. قال لك منهم جزء بيعمل امبيتايجو كونتاجيوزم اللي هو الاقي هاني كولورد كراست بسبب ان حصل رابشر للايه للبولي، او ممكن يعمل برضو فيفر مع ديفيوز ابيديرمال بيلينج. بص الصوره دي طبعا ممكن تشوف صوره احسن منها على النت. بتلاقي في الجلد بتاعه متقشر خالص زي ما يكون متسلخ كده، اما البولي اهي يبقى ده امبيتايجو كونتاجوزم، اما ده تترو اس او تريبل اس. طفل حصل له قدامه سنيزنج او لمس طفل تاني، طلع الطفل التاني دوت وهو بيسنيز طلع الاستاف اوريوس على جلد الولد. الاستاف اوريوس طلعت التوكسين بتاعه الاكسفولييت التوكسين، عملت له فيفر وديفيوز ابيديرمال بيلينج. بيلينج يعني تقشير، ديفيوز يعني في كل حته، ابيديرمال على الجلد، بيلينج تقشير، ديفيوز ابيديرمال بيلينج. قال لك بص هي برضو بولي، بس لما اجي يا دوبك المسها كده تلاقيها ايه قشرت معايا. فجاه جاي عالم اسمه نيكوليسكي خد باله من الحكايه دي ان هي اصلا اصلها بولي، ولما يا دوبك تعمل جنتل، وخلي بالك دي كي وورد بترابشر بولي ترابشر اون جنتل بريشر، موجوده في اليو وورلد، بولي رابشر اون جنتل بريشر. جنتل بريشر يعني ايه؟ يعني يا دوبك لمسه خفيفه تحصل لها ايه رابشر والديسك وميت تتقشر. دي اسمها نيكولوسكي ساين، بتحصل بسبب سكولد سكين سندروم، ستاف سكولد سكين سندروم، والتوكسين هو اكسفوليت التوكسين. اهو دي كده نيكولوسكي ساين، ودي البولس امبيتايجو. عايز بس اقول لك ان سكولدد سكين سندروم ليه بيقشر الجلد؟ لان في طبقه في الجلد اسمها سترايتم جرانيولوزم، هو بيشيل الروابط ما بينهم فبيخليها متفرقه كده، فتبقى طبقه الجلد سهله التقشير. يبقى بيشتغل اكتر على ايه؟ على سترايتم جرانيولوزم في طبقات السكين، بيشتغل على سترايتم جرانيولوزم. ممكن كمان الستاف اوريوس تعمل انفكتيف اندوكاردايتس من النوع اكيوت. عارفين الانفكتيف اندوكاردايتس يا اما اكيوت، ده لما بيبقى الانفكتيف اندوكاردايتس اكيوت لما يبقى البكتيريا قويه والصمام سليم، سب اكيوت لما البكتيريا ضعيفه والصمام ضعيف. اكيوت بكتيريا قويه زي الستاف اوريوس والصمام سليم، سب اكيوت بكتيريا ضعيفه بس قدرت تعمل مشكله للصمام عشان الصمام اصلا ضعيف. يبقى هنا انفكتيف اندوكارديتس ريستاف اوريوس هي اكيوت بتحصل على صمام سليم، لكن حصل ايه؟ حصل اي في دراج ابيوزر. يعني ايه؟ يعني واحد بيابيوز الدراج، بياخد بيقول لك حدوته السرنجات، يعني واحد بياخد ابره. احنا قلنا طبعا الستاف اوريوس ساعات بتبقى موجوده على السكن وبتبقى موجودة في النوز. يا عم واحد مسك مثلا مسح النوز بتاعته وبعدين ايه جه ماسك الابرة ومد لنفسه الابرة وبعدين اديها لزميله، ففي ستاف اوريوس يعني جت في الموضوع. الستاف اوريوس دي لما تضربها كده في الاي في الانتروفينوس هتلاقيها مشيت في الايه في الفين، مشيت في الفين بتوصل للرايت سايد. في الرايت سايد جزء اليمين من القلب في انهي فالف؟ في الترايكاسبيد والبالمونري فالف. يبقى هتبقى موست كومن في الترايكاسبيد وفي البالمونري فالف. يبقى موست كومن كوز اوف انفكتيف اندوكارديتس ان اي في دراج ابيوزر ستاف اوريوس. بتبقى فين؟ في الرايت سايد يعني الترايكاسبيد والبالمونري. حصل ايه؟ مش ده بكتيريا يبقى فيفر وهيديك والليله دي؟ وفي زياده في الدبليو بي سيز عشان تحارب البكتيريا. حصل ميرمر. ليه يا عم؟ في فالف في القلب بايظ فهتسمع ميرمر، هتسمع صوت غريب للقلب. ميديتد باي سايتوليتيك توكسين، يعني اللي بيعمل الليله دي كلها مش البكتيريا برضه، امال ايه؟ توكسين واسمه سايتوليتيك توكسين. ليتيك يعني بيحلل او بيبوظ، سايتو يعني سيل. هنا ايه السيل اللي بوظها؟ هي الفالف سيل، الخلايا بتاعت الفالف، وخصوصا الترايكاسبيد والبالمون. موست كومن كوز اوف اي
of IE, infective endocarditis, in the IV drug abuser is Staph aureus. الأوستيوميلايتس. بدون ما يديك أي سبب تاني أو أي حاجة تقول على أذر بكتيريا يبقى الأوستيوميلايتس بسبب Staph aureus. لأن هي الموست كومن كوز أوف الأوستيوميلايتس. Staph aureus is the most common cause of الأوستيوميلايتس. يعني أوستيوميلايتس يعني التهاب في العظم. لوكال سبريد بيحصل بسبب لوكال سبريد فروم الوند. ايه اللي حصل؟ في وند في جرح، الجرح دخله ستاف اوريوس جه مغاور لجوه دخل للايه؟ للعظم. بس ده ما بيحصلش كتير، اللي بيحصل هو بلاد سبريد. الدم المفروض برضو البوند ديت خلايا ومحتاجه دم، الدم بيوصل لها من خلال الميتافيزز بتاعها. يعني لو قلنا ادي ايه، ادي العظمة في الحتة دي كده اسمها الميتافيزس او الابيفيزيال بليت، وعندك الايه الديافيزس، الديافيزس والابيفيزس والميتافيزس، الميتافيزس او الابيفيزيال بليت هي دي الحتة اللي بيدخل منها الارتري اللي بيغذي البون، وبالتالي هي اكتر حته بتودي دم، يعني اكتر حته بتودي بكتيريا، بيبقى اكتر حته يحصل لها انفكشن وانفلاميشن، يبقى اوستيومايلايتس موست كومن كوز اوف ستاف اوريوس بسبب بلاد سبريد في الميتافيزس اوف اللونج بون. حصل فيفر وهيدك، لقيت بقى الجزء بتاع البون ده الحته اللي فوقيه من السكن هلاقي فيها وجع ولا احمرار ولاقي فيها سخونيه وورم، يبقى ايه مش هحس بيها على اساس ان هي حاجه سطحيه كده. هلاقي في الجلد في احمرار وفي سخونيه وورم ووجع، تمام؟ فهلاقي وجع لدرجه ان انت ما تقدرش تحرك الايه، ما تقدرش تحرك العظمه دي. loss of function. Bone lysis on imaging. لو بصيت كده في الاكس راي هتلاقي ايه، في حتت منها شبه ما تكون ايه، مفيش عظم اصلا. يعني المفروض العظم بيبان ابيض اهو، تمام؟ المفروض في حتت ما بتبان ان مفيش اصلا عظم، تبقى سودة كده. فهتلاقيها bone lysis on imaging mediated by cytolytic toxin. برضو cytolytic ده اللي عمل حاجة كبيرة تانية اللي هي الايه، infective endocarditis. ادي اسباب الاوستيوميلايتس. طبعا لو ما قالكش اي معلومات تانية يبقى الموست كومن كوز هو الستاف اوريوس. لو قالك في سيكشوالي اكتيف يبقى النيسيري. انا حافظها ان هي نسوان سيكشوالي اكتيف، النسوان نيسيريا، سالمونيلا. عارف انت الراجل اللي كان في الفيلم سيكل في السلامونيلا؟ بس كده سهله اهي. والسيكشوالي اكتيف ما تحطش الاس دي، مالكش دعوه، انا دي في اس وسي يعني لازم تقول سلامونيلا. اما ديت نسوان سيكشوالي اكتيف، نسوان نيسيريا جونوريا. في البروستاتيك جوينت ده طبعا ايه، حاجه صناعيه داخله فيحصل عليها بايو فيلم بالستاف ايبيديرم، وطبعا ستاف اوريوس انها مستقومه كل. في الفيرتبرال بيسموه بوتس ديزيز، حصل انفلاميشن في الفيرتبري، ما دي عظام، حصل في انفلاميشن يسموه بوتس ديزيز، بتحصل في التيوبركيولوسيس، يبقى بتحصل بسبب المايكوبكتيريام تيوبركيولوس، تمام؟ اي في دراج ابيوز ستاف اوريوس. وبرده السودوموناس. كات اند دوجز بايت، يعني الكات عدت الكات او عدت الدوج وعملت اوستيومايلايتس، يبقى دي اسمها باستوريلا. باستوريلا مالتوسيدا باستوريلا هي المهم. باستوريلا يبقى كات ودوج بايتس، اللي هي ايه يعني بيتس، حاجات بتربيها في البيت. بيتس باستريلا، بيتس باستريلا، بيتس باستريلا. الفيرتبريو طبعا معروف البوتس ديزيز، يبقى المايكوبكتيريوم توبركلوز. بروستيك جوينت ده يبقى ستاف ابيديرمس، سيكل سيل، سالمونيلا، نسوان سيكشوالي اكتيف، نيسيريا. الكربانكل ده ما هو الا خراج. لو قلنا دي السكن هتلاقي خراج هنا خراج هنا خراج هنا، المفروض الخراج بيطلع صديد. قالك اه، الفكره بس ان هم متصلين مع بعض كده،
ومتصلين للسطح. بس يبقى هو ايه؟ عبارة عن multiple skin abscess مالهم، والابسس دوت عامل كافيتي كمان كبير كده، multiple skin abscess cavity interconnected with each other horizontally and connected to skin surface by track draining bus. يعني التراك ده بيطلع بس. تمام، يبقى دي عبارة عن كربانكل، يعني مجموعة بس مرتبطة ببعضها مرتبطة بسطح الجلد. وبتحصل كده في مين؟ في الناس، يعني حاجة وحشة قوي بتحصل في الناس اللي هم مناعتهم بايظة، الديابيتك والاميونو كومبرومايز. اميونو كومبرومايز دي لما يحصل لهم وند انفكشن، جت على الوند دي ستاف اوريس تيجي عامله لهم كربانكل. الديابيتك بيحصل لهم كربانكل، وعشان كده لازم اي مريض سكر تبص على قفاه شبه ما دكتور حسام موافي بيقول، بص على قفاه مريض مريض الديابيتس عشان تتاكد ان هو ما عندوش كربانكل. بتحصل فين؟ في النيب اللي هو في القفا، مالتيبل سكين ابسس قلناها. وبتحصل حاجه شبهها في الاكتينومايكوزيس ديت اللي هي بتحصل بسبب الاكتينومايسيس ايه اسرائيلي اللي احنا قلناها في البدايه خالص، عشان في تشابه ما بينهم في اليلو وكولونيز. بعد كده عندنا النيومونيا. النيومونيا ما هي الا برودكتيف كاف وشست بين وفيفر. فيفر برودكتيف كاف وشست بين، الستاف اوريوس راحت على اللنج عملت فيها انفكشن فبقى حصل انفلاميشن، يعني نيومونيا. نيومونيا انفلاميشن في اللنج، فيفر برودكتيف كاف شست بين ودسنيا نهجان. دوت فين بالظبط؟ يعني نيومونيا في اي حد؟ لا، ده بوست فايرال بوست انفلونزا فنتيليتور. يعني ايه؟ واحد جاله فيرال انفكشن بعدي حصل نيمونيا، يبقى دوت ايه؟ زي كورونا فيروس. كورونا مش بيموتوا مثلا بسبب ان الجهاز التنفسي بتاعهم باظ ليه؟ لانه هو بوست فيرال فجاه عليه ستاف اوريس، يعني جاه الكورونا بعد كده ستاف اوريس عملت له ايه؟ نيمونيا. وكمان هو لما حصل كده حطوه على فنتيليتور، فبوست فنتيليتور بيبقى ستاف اوريس. يبقى ستاف اوريوس بوست فنتليتور بوست فيرال او بوست انفلونزا. الكي وورد سالمون كولورد سبيوتم، يعني لما يكح ويطلع مش برودكتيف كف، يعني هيكح بلغم، البلغم بتاعه بيبقى لونه سالمون كولر. سالمون كولر ده قريب من البرتقالي كده، برتقالي. ميديتد باي سايتوليتيك توكسين. سايتوليتيك توكسين عمل انفكتيف اندوكاردايتس، وحاجه كبيره تانية اللي هي الايه؟ اللي هي الكربانكل. لا مش الكربانكل، عمل الاوستومايلايتس. تمام، الكربانكل بتحصل بسبب البكتيريا، الاوستومايلايتس بسبب السيتوليتيك، هي والانفكتيف اندوكاردايتس بسبب السيتوليتيك توكسين، نيمونيا بسبب السيتوليتيك توكسين. البيست تريتمنت هو البنسلين او الميسوسلين، هنتكلموا عن التريتمنت. يبقى موست كومن كوز اوف بوست فيرال نيمونيا ستاف اوريس. البيست تريتمنت هو اوكزاسيلين كلوكزاسيلين ديكلوكزاسيلين نفس سيلين اللي هما مجموعة على بعضهم. وطلع عندنا حاجة اسمها الميرسا. هو ايه الحكاية؟ الحكاية ان كان في ستاف اوريس، جيت انا مديت له بنسلين عادي، بنسلين الطبيعي بتاعنا ده، بيروح يمسك في البنسلين بايندنج بروتين. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن بروتين اسمه الترانسبيبتايديز، بيمسك بيعمل كروس لينكينج للبيبتايدوجلايكان. تاني، السيل وول بتاع البكتيريا بيتكون من بيبتايدوجلايكان، البيبتايدوجلايكان ده عشان يمسك ببعضه لازم يكون فيه انزيم اسمه ترانسبيبتايديز بتاع بكتيريا برضه. فالترانسبيبتايديز ده هو اللي بيروح يمسك فيه البنسلين، فسميته البنسلين بايندنج بروتين، هو الترانسبيبتايديز. جت الستاف اوريس جت مطلعه بنسلينيز عشان تواجه البنسلين ده. هلا الجميل، انا هبدا معاه بميسوسيلين نفسيلين اوكساسيلين ديكلوكساسيلين. تمام، ديكلوكساسيلين فعملت ريزيستنت له ازاي بقى؟ ما طلعتش بنسلينيز، ما احنا بنسلينيز ده عشان تريزيست البنسلين الطبيعي. دي غيرت البنسلين بايندنج بروتين بتاعها اهي، التورد البنسلين بايندنج بروتين، فقللت كل اللي بيمسك في الحته دي. ايه اللي بيمسك في الحته دي؟ مش البنسلين بس، ده كل البيتا لاكتام.
فبقت قللت الافينيتي فور البيتا لاكتام. مع ايه ده؟ السفترولين. السفترولين ده سيفالوسبورين، يعني بنتكلم عن سفترولين ينفع في المرس، يبقى المرسا هي ريزيستنت تو اول البيتا لاكتام، بنسلين سيفالوسبورين كاربابينم. تمام. معيده السفترولين خدت الريزيستنس بتاعتها ازاي؟ ان هي غيرت البنسلين بايندينج بروتين. يبقى احنا عندنا كده البكتيريا بتاعت المرسا او ميسيسيلين ريزيستنس ستاف اوريس هي قال لك كوزس اوف نوزوكوميال نيومونيا، يعني هي من اسباب النيومونيا بتاعت المستشفيات. ليه؟ لان الحاجات اللي بتبقى في المستشفى دي بتبقى ريزيستنت لحاجات كتير، فهي كوزس اوف النوزوكوميال نيومونيا. يبقى الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريس هي سبب رئيسي من اسباب النوزوكوميال نيومونيا، يعني النيومونيا بسبب المستشفيات في المستشفى. يعني ريزيستنس باي تشينج ان البنسلين بايندينج بروتين، قلناها ان هي بتغير الحته اللي بنمسك فيها بالميسيسيلين وكده. طب اعمل ايه؟ اعالج بالفانكومايس؟ ما نفعش. اعالج باللينوزوليد لانه طلع حاجه اسمها فيرسا. طب هي عملت الفيرسا ازاي؟ يعني فانكومايسين ريزيستنس ستاف اوريس، ما هي مغيره البنسلين بايندينج بروتين عشان تواجه الميسيسيلين. طب واجهت الفانكومايسين ازاي؟ قال لك حاجه اسمها ترانس بوزونز فروم الانتيرو كوكاي، يعني الانتيرو كوكاي غيرت في الجينات بتاعتها بحيث ان هي تواجه الفانكومايسين، فجاه جاي بقى واخد الجينات دي عن طريق ترانس بوزونز واكواير الريزيستنس بيها. طب واللي عندهم ريزيستن للفانكومايسين اجي مديله لينوزوليد او بريستين. تمام، لينوزوليد او بريستين. يبقى الادويه اللي بتستخدم للمرسا او الانتي بايوتيك اللي بيستخدم للمرسا الفانكومايسين ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل انه بيمسك في البيبتايدوجلايكان بس في حته غير البنسلين بايندينج بروتين. بيمسك في ايه؟ في الدي الا دي الا. ما هو البيبتايدوجلايكان ده عباره عن بيبتايد وشوجر، جلايكان شوجر. البيبتايد بيتكون من دي الا دي الا، فهو بيروح يمسك في الدي الا دي الا دي، يعمل ريد مان سندروم، بيزود الهستامين فتلاقي الراجل شكله احمر كده، ريد مان سندروم، وبيزود اليوريا والكريات فيعمل نيفروتوكسيسيتي. ما ينفعش يتاخد للي عندهم رينال ديزيز. فانكومايسين بيتاخد اي في، يمسك في الدي الا دي الا، يعمل ريد مان ونيفروتوكسيسيتي. دي الموست كومن ادفيرس افكت. او دابتومايسين، دابتومايسين بيعمل الخروم في الوول، بيعمل ايه؟ ترانس ميمبرين شانل، بيكرييت ترانس ميمبرين شانل وبالتالي ديبولارايز السيلولار ميمبرين. طب ايه السايد افكت؟ بيعمل مايوباسي. اكتر حاجه بتعمل مايوباسي في الادويه قلنا الاستاتين، لكن هنا الدابتومايسين بيعمل مايوباسي، فبالتالي عمل مشكله وكسر المسل. لما بيكسر المسل بيطلع الانزيمات اللي جواها اللي من ضمنها الكرياتين كاينيز او الكرياتين فوسفو كاينيز. قال لك ان خلي بالك الدابتومايسين ده ما ينفعش في ان اعالج بيه النيمونيا. ليه؟ او اي شيست انفكشن. ليه يا عم؟ قال لك لانه البلمونري سيرفاكتنت، السيرفاكتنت اللي بيبقى موجود في اللنج اللي بيخلينا بيساعدنا على التنفس يعني، بيعمل ان اكتيفيشن للدابتومايسين. اخر حاجه اللينوزوليد ده بينهبت صناعه البروتين بانه بيمسك في ال 50 اس رايبوزومال سب يونت. انا بصنع البروتين من خلال ان انا بيبقى عندي شريط ام ار ان ايه بيمسك فوقيه كده رايبوزوم. الرايبوزوم ده في منه 50 اس، ال 50 اس اللي هو اللارج سب يونت يعني، انا بمسك فيه وبانهبت الجزء ده. طالما انهبت ال 50 اس سب يونت يبقى انهبت البروتين سينثيس. ايه اشهر سايد افكت؟ ثرومبوسايتوبينيا اوبتيك نيورايتس. ثرومبوسايتوبينيا يعني هيقلل الايه؟ هيقلل البليتلتس. اوبتيك نيورايتس يعني يعمل انفلاميشن في الايه؟ في الاوبتيك نيرف. يبقى مشكله في الابصار، مشكله في البليتلتس، ومشكله انه ممكن يعمل سيروتونين سندروم، بيعلي السيروتونين. طبعا ثرومبوسايتوبينيا اكتر حاجه كان الهيبرين، موقف البليتلتس عشان يعمل سيوله في الدم.
اوبتيك نيورايتس وهاي ريسك اوف سيروتونين سيندروم. نيجي لاخر حاجه خالص عندنا وهي ان ممكن يحصل اذر انفكشن زي الابسس. احنا قلنا ان لو مالتيبل ابسس بسميها كاربانكل ويكونوا متصلين ببعض متصلين بالسكن. هنا كمان لما بيحصل بكتيريميا والستيف اوريس تمشي في الدم ممكن تروح على البون تعمل اوستيومايلايت، ممكن تروح تعمل ابسس في الليفر. مش الدم بيعدي على الليفر؟ اه، يروح يجي عامل ابسس في الليفر عن طريق الهيماتوجينوس سيدنج. يعني ايه هيماتوجينوس سيدنج؟ يعني ان الستيف اوريس متجمع في حته وقاعده تطلع ايه، تطلع اجزاء بكتيريا منها وتوكسين كده يروحوا يمشوا في الدم. فمن ضمنها انه بيروح ايه يسيد او يعمل زي الفيجيتيشن كده على الفالف. هنا سيدنج على الايه في الهيباتيك سيلز فيعمل ابسس، يعمل هيباتيك ابسس فتلاقي لوكالايزد اريا اوف باس كولكشن. بتلاقي الليفر كده لو شفتها في الجروس بيكتشر هتلاقيها مليانه ايه ابسس، حتت شبه ما تكون مليانه باص كده. ممكن يعمل برضو بويل، البويل ده اللي هو دم صغير بيبقى موجود في الهير فوليكل. تلاقي الهير كده الشعرايه اخرها بيكون فيه هير فوليكل، تلاقيها حصل فيها انفلاميشن وانفكشن وكونت ايه زي صديد برضو بويل. ممكن تعمل ماستايتس اللي هو انفلاميشن في الايه في البريست، تعمل انفلاميشن في البريست في اللاكتيتنج فيميل. البريست بيكون فيه ايه لاكتيفيروس داكت، اللاكتيفيروس داكت دي بتسد بالانفكشن ويحصل هنا ايه زياده بقى في الانفكشن فيحصل انفلاميشن. وحتى الحته ديت بتبقى صلبه شبه ما تكون ايه لو بصيت لها يعني في بالايمجنج تبقى شبه التيومر. تمام، ممكن تعمل الابسس ده في الدماغ. فقال لك الموست كومنلي للبرين ابسس هو الستاف اوريوس والستريبت فيريدنس، فيريدنس ستريبتوكوكاي وستافلوكوكس اوريوس. موست كومن برين ابسس كوز هو الستريبت فيريدنس وستاف اوريوس. لو في دنتال انفكشن او اكستراكشن يعني حاجه عملتها في السنان ولقيت بعديها ابسس يبقى غالبا ديت اورال ان ايروبس، البكتيريا الان ايروبس اللي بتعيش في الايه في الفم. ولو في مالتيبل ابسس دي غالبا بكتيريميا زي ما قلنا فوق برضو ان الهيباتيك ابسس بتحصل بسبب الهيماتوجينوس سيدنج. بس هو كده اهم حاجه الباقي ده بعدين. تعالى نقول بس ايه اللي احنا قلناه موجود في الفيرست ايد. اولا هي جرام بوزيتيف كوكاي بيتا هيموليسيس يعني بكمبليت هيموليسيس، كاتاليز بوزيتيف بتطلع الكاتاليز فتحول ال H2O2 ل H2O وايه واكسجين. تمام، هتحول ال H2O2 ل O2 اكسجين ل H2O اكسجين. H2O2 ده بيموت البكتيريا فهي كاتاليز عشان تكسره قبل ما يموت. كواجوليز بوزيتيف بتطلع الكواجوليز فتحول الفايبرينوجين لفايبرين. هي كوكاي بتعيش في بتبقى موجوده في انكلاسترز. تمام، وبتطلع بروتين ايه عشان تتغذى بالانتي بودي قبل ما يتعشى بيها. بتبايند بالاف سي ريجن بتاع الاي جي جي، انتي بودي هنا نوعه اي جي جي. والبروتين ايه ده الفيرولنس فاكتور يعني هو المسبب للمرض. ليه؟ لانه بينهبت الكومبلمنت اكتيفيشن والفاجو سايتوزيس. بتبقى موجوده في النيرس اللي هي النوستريل في النوز يعني في الاير في الاكزيلا في الجروين، بس هي خصوصا في النيوز يعني بيبقى في نيزل كارير. بتعمل ايه؟ بتعمل انفلاميشن ديزيز زي في السكن، بتعمل ابسس وقلنا بتعمل برين ابسس وهيباتيك ابسس وسكن ابسس، بتعمل حتى كاربانكل، بتعمل نيمونيا بوست فنتيليتور بوست انفلونزا او بوست فايرال، بتعمل اندوكاردايتس انفكتيف اندوكاردايتس بيكون في الاي في دراج ابيوزر، بتعمل سيبتيك ارثرايتس هي الموست كومن كوز اوف السيبتيك ارثرايتس ما اتكلمناش عنها دي بس هي بتعمل سيبتيك ارثرايتس، وبتعمل اوستيومايلايتس هي الموست كومن كوز برضو. وبيكون هنا فوق بون لايسس اون ايميجنج وبيكون في ايه وجع واحمرار فوق الحته دي. توكسين ميديتد ديزيز او اللي هي تي اس اس تي 1 الامراض اللي بتحصل بسبب التوكسين. اول حاجه تي اس اس تي 1
بيعمل سكالدد سكين سندروم بالاكسفولييتد توكسين. ايه السكالدد سكين سندروم ده؟ قلنا اللي هي في ديفيوز سكين او ابيديرمال بيلينج، حته بتتقشر كتير، بيبقى رابشر اونجنتال بريشر، بيحصل رابشر للبولي، بتبقى بسبب الاكسفولييتد توكسين. رابيد اونست فود بويزنينج والموست كومن للفود بويزنينج، بتحصل بسبب الانتيرو توكسين، بتكون غالبا فوميتنج وبتكون من ساعتين لست ساعات. في نوع ريزيستنس للميسيسيلين اسمه ميرسا، ده بيعمل نوزوكوميال انفكشن، بيبقى في المستشفيات بيعمل نوزوكوميال انفكشن الريزيستنس لانه غير الحته اللي بيمسك فيها البنسلين، والبنسلين بايندينج بروتين، وطلع بعد كده فيرسا واتغير زي ما اتكلم. ازاي بيغير شكله بالبنسلين بايندينج بيغير شكل البنسلين بايندينج بروتين؟ هو مش البنسلين بايندينج بروتين ده عباره عن بروتين، يعني بيطلع من جين. انا غيرت الجين، بس غيرت الجين اللي اسمه ميك جين، ميك اي جين او ميكا جين، تمام؟ يبقى انا عملت ايه؟ كونفريد باي الميكا جين. كونفيرد باي الميكا جين، يعني هو بيغير الميكا جين ده وبالتالي يغير البنسلين بايندينج بروتين، بيطلع حاجه اسمها بي في ال او البانتون فالنتاين ليوكوسيدين. قلناها ان هو بيطلع ليوكوسيدين، يعني بيتغذى برضو بالدبليو بي سي قبل ما يتعشى بيها. ليوكوسيدين، ليوكو يعني ليوكوسايت اللي هي دبليو بي سي، سيدين يعني بيبوظها، ليوكوسيدين او بيسموها بي في ال دابور فورمينج توكسين، يعني التوكسين بيعمل ايه؟ بيكسر الدبليو بي سي، بتكل الليوكوسايت اهو زي ما قلنا، وبتعمل تيشو نيكروسيس. عندك التوكسين التوكسين اللي هو اسمه تي اس اس تي 1 اللي هو توكسيك شوك سندروم توكسين 1، بيعمل سوبر انفكشن لانه بيمسك في الام اتش سي 2 وفي التي سيل من الناحيه الثانيه، فيعمل بولي كلونال اكتيفيشن للتي سيل ويطلع سايتوكاينز كتير. بيعمل كمان تي اس اس اللي يستفل كوكاس توكسيك شوك سندروم، تمام؟ يبقى هو طلع التوكسيك شوك توكسيك شوك سندروم توكسين 1، عمل سوبر انفكشن فعمل ايه؟ استفل كوكاس اللي استف اوريوس توكسيك شوك، يعني عمل شوك بسبب الايه؟ التوكسين ده. فعمل سندروم مكون من فيفر وراش وديسكواميشن وشوك. الشوك اللي هي نقص البلاد بريشر ونقص البلس، فعمل اند اورجان دامج لدرجه انه دامج ادى لدامج في الليفر، فعلى انزيمات الليفر الاي اس تي والاي ال تي والبليروبين، والاهم حاجه انه موجود معاها راش وحصل له ديسكواميشن. بتبقى اسوشيتد مع التامبونز زي ما قلنا من غير ما يغيروا، او النيزل باكينج يتغيروا او النيزل باكينج كومبير وذ ستريبتوكوكال. قلنا ان في حاجه اسمها توكسيك شوك لايك سندروم بيحصل مع الستريبت بايوجين، بيبقى هو توكسيك شوك لايك سندروم، بيبقى بينفول سكين انفكشن. ستاف اوريوس بتعمل فود بايزنينج، بيبقى بسبب انجكشن اوف البري فورم التوكسين، مش البكتيريا اللي هو هيت ستيبل، يعني لو سخنت مش هيحصل حاجه برضو له. وده شورت انكيوبيشن بريد قلنا من ساعتين لسته، وبيكون دايريه بتكون ووتري نون بلادي يعني، وبيكون في اميسز ترجيع، وخصوصا الترجيع ده هو الفوميتنج هو المهم لانه اكتر من الدايريه، بيكون عن طريق الانتيرو توكسين اللي هو هيت ستيبل نوت ديسترويد باي الكوكينج لانه هو هيت ستيبل. ستاف اوريوس بتطلع كواجوليز عشان تحول للفايبرينوجين لفايبرين، فتعمل فايبرين كلوت اراوند اتسلف، وبالتالي تحمي نفسها من الفاجوسايتوزس ومن الانتي بايوتيك وتعمل ابسس بس.